سيدة تقول: زوجي عليه ديون كثيرة، بيخسر في التجارة، تراكمت عليه الديون، اكتشفت انه تاجر مخدرات وحبس اكثر من مرة، كل مرة يقول سوف اتوب، لكن ينكث في توبته ويرجع الى تجارة الحشيش مرة اخرى، فماذا افعل معه؟ اخاف ان يكون علي ذنب، هل اكمل معه المشوار ام اتركه وانا عندي 3 أولاد؟ الجواب يا أمة الله من حيث المبدأ: يسعك أن تتركيه لإصراره على المعصية ونكثه في التوبة، ولا تدخلين بهذا تحت طائلة الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، لأنه بإصراره على المعصية وبإخفاقه في التوبة ومعاودة التجارة في المخدرات مرة أخرى، تعيد نفسه للسجن مرة بعد مرة بعد مرة، كل هذا يعطيك مسوغا شرعيا لكي تتخذي قرارك على النحو الذي ترينه الذي ترينه مناسبا لك إن شاء الله. أيضا يسعك أن تصبري عليه وأن تستديمي نصحه وأن تستعيني على هذا بالدعاء، ثم ببعض من يجلهم ويوقرهم من الصلحاء والوجهاء والعلماء، وتراوحين في علاقتك به ما بين الوعد والوعيد، وقد تهددينه بمفارقته إن نكث في توبته وعاد إلى طريق الندامة مرة أخرى. استعيني بالدعاء والتمسي إليه الوسيلة من خلال الصلحاء والوجهاء، وأسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا وأن يحمله في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين.